أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. ومسك الختام مع الفن، ما فيش أجمل من الفن دائما نحكي عنه لأنه هو موجود بحياتنا، يعني وإحنا بنسوق وإحنا بالبيت وإحنا بنشتغل هي كأن عم نعزف سيمفونية طبعا للي بحب شغله. فإحنا هلا بدنا نحكي عن مسرحية أوركسترا، هي مسرحية غنائية للمخرجة الدكتورة مجد القصص، وفيها أبطال أردنيين. أول عرض رح يكون ب 25/9، دعوات خاصة، لكن لمدة 10 أيام من 26/9 رح تكون الدعوة عامة للي بحب وعنده ثقافة المسرح. للحديث أكثر عن هذه المسرحية بسعدني أرحب بالدكتورة مجد القصص. أهلا وسهلا فيك، صباحك سعيد. والفنان زيد خليل مصطفى كمان أهلاً. صباحك سعيد، أحد أبطال المسرحية. أهلا وسهلا فيكم. خلينا شوي نحكي عن أوركسترا. وليه اخترتي هذا العنوان بالبداية؟ أوركسترا عمل بالتعاون مع المبدعة سميحة خريس، هي روائية أردنية مشهورة. أول مرة بنتعاون مع بعض. سميحة كان عندها مجموعة قصصية اسمها أوركسترا، لكن لأنه العمل عن المرأة وعندي خمس نساء كل واحدة بتعزف ألمها الخاص، حسينا هذا عزف الألم الخاص ينطبق عليه هو نغمة الأوركسترا. فهي إجت أوركسترا، استعرنا من مجموعتها القصصية إلى مسرحية ألفت لأول مرة لتطرح على خشبة المسرح 25 الشهر. العمل الأوركسترا مش أول تعامل مع فنان أردني أو كاتب أردني، تعاملت مع مفلح العدوان ثلاث أعمال، تعاملت مع ست ليلى القطر سابقا، وهذا أول تعاون لي مع سميحة خريس، وعمالي بجذبها من الرواية إلى خشبة المسرح حتى نقول في عنا كتاب أردنيين. ودائما بنقال في مشكلة بالنص، أنا بقول لا، ما في مشكلة بالنص. أوركسترا بتحكي عن المرأة ومعاناة المرأة، لكن مش بشكل بكا وعياط، لا، في شوية عياط وشوية بكا، لكن في شوية كوميديا كمان. لازم يكون المسرح، لا في شوية كوميديا، حتى الكوميدي فيه مشاهد تراجيدية، يعني هي أقرب للكوميديا السوداء. احنا بدار مسنين في عندي أربع نساء وممرضة، هدول الأربع نساء يتذكرن ذكرياتهن بالصبا، كل واحدة مين حبت، مين تزوجت، مين بتحب لسه لهلا إلى آخره. القاسم المشترك عندي رجل واحد، لأول مرة أنا بقدم رجل واحد وهو يحب الخمس نساء. الرجل هارون الرشيد. لا، شو هارون الرشيد، خمس الأستاذ زيد خليل. واختياري لزيد لمعرفتي بقدرته كممثل، إنه أنت تجيب ممثل واحد يعمل لك كل شخصيات الرجال مش سهلة أبداً. بس بدي اعرف من زيد كمان حتكون ختيار بالمسرحيه؟ لا، هو بقدم، لا، هي هون بقدم ثلاث نماذج لثلاث شخصيات لخمس نساء في دار المسنين، وعلاقته فيهم علاقه الحلم تبعهم، علاقه هو طيف هاي النماذج مع الشخصيات الخمسه لما بتذكروا ماضيهم مع في علاقته. هلا الثلاث شخصيات في بينهم فوارق عمريه، بس لا، هو حتى الكبير في السن هو رجل متصابي جدا، رجل شهواني، يعني يميل دائما لتحقيق رغباته الذاتيه مع النساء الثلاثه اللي هي زوجته في البدايه، العاقر اللي بتقدمها الفنانه نهى سماره، نوجه لها تحيه، والعشيقه اللي بتقدمها برضه الفنانه ميس زعبي، والغانيه اللي بتقدمها الفنانه ساره الحاج. هلا كمان في نموذجين اخرين، نموذجين مختلفات تماما. هلا مختلفات عن بعض، رغم انه اذا بدك دوافعهم واحده، يعني شخصيه المناضل اللي بيترك زوجته وابنه عشان يروح، شخصيه الفلسطينيه بالضبط اللي هي حامل وتركها بالضبط زيد للذهاب لمحاوله استرجاع الارض المسلوبه، فبقدم هاي الصوره لا يعود. الصوره اللي لها علاقه بالتضحيه، اضافه الى انه بقدم شخصيه ثانيه، شخصيه شاب بحب الممرضه، اللي طبعا شخصيه الامراه الفلسطينيه بتقدمها الفنانه بيسان خليل برضه من صب عليها، وشخصيه الممرضه اللي بتقدمها الفنانه دعاء العدوان هو شاب بحبها جدا وبحب يتقرب منها، لكن هي عندها عقده، عندها مشكله مع العنف الاسري مع والدها بخوفها ان تقع في الحب، فبخوفها ان تتزوج هذا الرجل من خوفها من صوره الرجل الشبح اللي عالق في ذاكرتها. طب الرساله اللي بدكم توصلوها،
يعني الكاتبة أكيد من خلال الواحد لما يقرأ القصة بكتاب ممكن توصله الصورة أو الرسالة بطريقة مختلفة عن المسرح. كمان في دور للمخرج بتوصيل طبعًا الرسالة طبعًا. والسينوغرافيا طبعًا. اللي هي كنا عم نحكي عنها دورك في التدخل بالإضاءة الديكور الأزياء وتشكيل الكتلة في الفراغ هاي السينوغرافيا مع موسيقى تصويرية بتكون بالباك جراوند. يعني شوفي أقول لك السنة اعتمدت على الموسيقى الحية الموسيقى التصويرية 3 دقائق فقط 5 كيوهات يعني سريعة، لكن عندي أصوات جميلة جدا. عندي اكتشاف رح يفاجئكم اسمه يزن أبو سليم صوت جزري، صوت ما يعني خاص بشبهش صوت أي حدا تاني بيعزف جيتار حي على المسرح، وهو مسلمته المفاتيح تبعت الموسيقى. عندي زيد صوته حلو، عندي ميسان كمال هذا أنا بالنسبة إلي اكتشاف عندي ميسان كمال خليل خريجة المعهد الوطني الموسيقى صوتها نضج بشكل مش عادي. عندي سارة الحاج صوتها جميل. هلأ في عندي طرب استخدمت أغاني طرب أصيل، استخدمت أغاني سيد مكاوي، استخدمت أغاني عبد الوهاب، وسارة اللي عاملة دور الغانية استخدمت الأغاني الهابطة زي رجب عرفت علي أيبت عن نعنع يمنعنع عرفت علي، لأنه لازم كل أغنية إلها علاقة بالكاركتر أو بالشخصية المقدمة. بس مجدولية مش بالضرورة تكون هابطة من وجهة نظر آخرين. أنا بالنسبة إلي يعني مش أغاني يعني نقول خفيفة الأغاني السريعة الأغاني السريعة أعطي سارة بتغنيهم بمنتهى الجمال، وهدول عاملين لحظات كوميديا فرفشة في المسرحية لكسر حالات الحزن والكوابيس تبعت النساء اللي موجودين. طب ليه لما أتحاور مع شخص مسرحي بيحكي بكل حواسه بكل جوارحه بحماس لاحظتها بأكثر من طبعاً حدا إن كان ممثل إن كان مخرج إن كان نحكي بإيدينا وبوشنا وبجسمنا بيعشق المسرح طبعاً. ليه هو ارتباط يعني الفنان المسرحي أو يمكن اللي بيشتغل مسرح بصورة عامة لأنه الأثر المسرحي يعني الأثر اللي بيحققه عند الجمهور أثر حي بالزبط. فهو أنا بعتقد أنه أقرب للأصالة من فنون أخرى. هلأ أي حدا بيشتغل بالمسرح بيرتبط بالمسرح بضل عايش هاي الحالة في التعبير عن حاله بالتعبير عن ذاته عن منطقه بالضبط. فبتحسي حتى وأنا قاعد بحكي معك هي بتحسيني بمثل يعني بس بمثل إشي الحقيقي إشي الحقيقي وهذا مرتبط بالفعل المسرحي يعني لكن في حب الأصيل. في حماس في غير عن أي شخص بيعمل في أي مهنة أخرى بالضبط. أنا نسين اشتغلت تلفزيون وعملت 35 مسلسل وعملت 67 عمل مسرحي. أنا بالنسبة لي وقعت بغرام المسرح مشان هيك كل سنة إذا ما عملتش عمل بحس في حالة موت. المسرح هو الحياة، المسرح هو نبض الشارع، المسرح هموم الناس، المسرح إنك تعبر عن هدول الناس بس إلكم على الخشبي إلكم. طب للجمهور بتحسوا الجمهور عنده هاي الثقافة وهذا الحماس لحضور مسرحيات بهذا الشغف؟ أنا برأيي الشخصي اللي بخرج 14 سنة وبعرض من 14 إلى 30 عرض جمهور فول هاوس. لما لو بيعطونا المسرح شهر بيكون معبى المسرح شهر لو بيعطونا، لكن صرنا ندفع مصاري حق المسرح فما عدناش نقدر انه نجيب نكمل لفترة طويلة. لا الجمهور عم يجي يعني المفروض يكون برضو في دعم اكثر من مثلا وزارة الثقافة صحيح. من الهيئات الثقافية لتعزيز هذه الثقافة بالضبط. لانه مش بس كممثلين وكمؤديين ومخرجين ولكن حتى اللي بيحضر مسرح وبتذوق هذا الفن ان كان اوركسترا حقيقي يعني بيحضر كونسرت او بيحضر عمل مسرحي طبعا وجدانه ببطل عنده عنف طبعا. واحنا هذا اللي بدنا. انا بس بدي احكي شغله نسرين بهذا الخصوص. احنا للحق في الخمس سنوات او 6 سنوات السابقه وما قبل ذلك كنا نعاني كمسرحيين من فكره ازمه الجمهور مع المسرح، لكن للحق المسرحيين والجمهور دون ان يتفقوا يعني دون ما يكون في بينهم قاعده حطوا الموضوع على الطاوله وناقشوه بشكل صريح. المسرحيين بلشوا يتوجهوا للناس وهذا كان مطلب حقيقي، والناس بلشت تحس انه هذا المسرح الذي كان يسمى سابقا مسرح اسود وغير مفهوم لا اصبح هذا المسرح قريب من الناس، فتاسست هاي العلاقه وبالتالي انتشرت هاي الثقافه. فصرنا نشوف احنا بالخمس سنوات او بالثمان سنوات الاخيره حتى في المهرجانات صار في زحف
كبير من جمهور غير نمطي، يعني مش اعتيادي، مش اللي احنا معتادين عليه. هلا طبعا مش النخبوي بالضبط، يعني انا النخبة من المدرجة، احنا بدنا كل الناس. بالضبط بالضبط، هو هذا المفهوم اذا بدك النخبوي اللي كنت بحكي فيه انا ومجد قبل يومين او ثلاثه في البروفا، هذا المفهوم اللي هو النخبوي اصبح فعلا فعلا المسرح فن نخبوي، واصبح الجمهور الذي يحضر يعني ياتي الى العروض المسرحيه يندرج تحت ما يسمى بالنخبه، لانه النخبه هو اي حدا بيقرر يروح يحضر عرض مسرحي، يقرر يشوف فيلم سينما، يحضر ندوة ثقافية في أي مكان، بعتقد أنه انتمى لهذه الشريحة ودخل لمنطقة النخبة. إضافة إلى أنه المواقع الإلكترونية، الفيسبوك، الإعلام بلش ينور بشكل حقيقي، فصرنا عم نشوف جمهور حلو وإحنا مرتاحين صراحة. أنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق في هذه العروض، وكمان مرة هاي دعوة لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا أنه من 26 لهديك دعوة لواحد، شوفي من 26 لواحد عشرة بالمركز الثقافي الملكي سعادة مجانا، و14 15 16 10 في مركز الحسين الثقافي الساعة 7 مساء. هدول عروض لأمانة عمان، وكل العروض التسعة مجانا ما عدا يوم الافتتاح 25 الدعوة خاصة. بس اسمحي لنا قبل ما نختم مسجودة بعد إذنك، احنا ذكرنا الممثلات وذكرنا يزن أبو سليم، إن نشكر كمان محمد العشا مساعد مخرج، نشكر آني قرليان مصمم الكوريوغراف بالعرض، محمد طه الموسيقي، وايضا الفنان خالد الخلايلي في تنفيذ الصوت، هذا كل الفريق. الله يسلمك، اهلا وسهلا فيك. تسلم كل الجميع. شكرا لكم، شكرا لكم كمان مشاهدينا لمتابعتكم. انا بتمنى لكم عطله نهايه اسبوع سعيده، موجه الحر بتخلص اليوم، اطلعوا واستمتعوا واعملوا مشاريع سياحه داخليه بالاردن وللمسرح ايضا. الى اللقاء.